كنشكر جلالة الملك على قبل الدراري ديال ساحل العاج اللي وقف معاهم وصفتهم لبلادهم، وكنوجه رسالتي للجالية المغربية ديال ساحل العاج اللي وقفت مع دوك الوليدات هما وداروا احتجاجية على قبلهم باش يرجعوا للبلاد، وحنا دابا واقفين وقفة احتجاجية على قبل النص الثاني اللي هنا في الإصلاحية. كاينين 34 دري منهم ولدي، ها هو التصاور ديالو، دري باقي كيقرا كيلعب كره. يعني هاد الدراري ما محتاجينش، واخا محتاجين بزاف د الحوايج، حنا كوالديهم كنوفروا جميع الوسائل معاهم كنوفروا ليهم، ولكن ما كنوفروش كل شيء. يعني الدراري باغين بزاف د الحوايج، اتجهوا لاتجاه الهجره السريه. يعني حنا ما مشجعينهمش على هذه الهجره السريه، كل لقينا حنا فين ندفعوا ولادنا لهنا باش يخدموا في هذه البلاد، بغينا ولادنا حتى حنا يهزوا بالبلاد ديالنا ويوقفوا في البلاد ديالنا ويهزوا الرايه المغربيه، ماشي يهزوا الرايه ديال اوروبا. حنا بغينا ولادنا يخدموا في بلادنا، ما يخرجوش خارج البلاد ديالنا. حاليا ولادنا دابا في الاصلاحيه تسجنوا مع مجرمين، مع قتاله، مع بزنازة، مع شفارة. يعني لا يعقل دريري قاريين وعندهم امتحانات وعندهم شواهد وعندهم كل منهم اللي كيلعب الكرة، كل اللي ما عنده الماستر وما مدوزين الامتحانات ديالهم لا شي حاجة، وفي الإصلاحية هذا راه حرام. كيخرج هذا الدري ما غاديش يخرج من حارف. أنا كنوجه رسالة كأم، أسيدنا شفق في وليداتك، راه ماشي شفارة، ماشي إرهابية، ماشي بزنازة، هادو غير حراقة، راه حرام، راه حرام. بغا يعتق راسو بحال ولدي أنا، ها هو كيلعب الكرة، كيقول يا ماما أنا خاصني نسافر، بغيت نهاجر باش نتين عندي في رجليا، بغيت نلعب الكرة باش إلا شافتني شي فرقة في أوروبا نمشي نلعب فيها، ها هو ولدي. يعني هاد الدري هذا ملي مشى للحبس، أشنو المصير ديالو؟ كي غادي يخرج؟ كي غادي يخرج هاد الدري؟ يعني غيخرج للحراف، غيخرج يكمي، غيخرج يشفر، واخا نبغي نرد ولدي كي كان عندي النوبه الاولى ما غاداش نرجعو. قادين مريسكين كيما تنديرو كل سبع سنين وحنا تنريسكيو، عمرنا طلعنا بحال هادشي، مشينا دخلنا طلعنا البابور، النص كاين اللي مشى وكاين اللي شدو هنا تيطلقوا باب واحد، ما عاد قلنا ما تلقوش، داو الحبس. ديري لي ديري لي المحضر ديال 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 شهر 11. مارسين الشكل الحديديه وهادي، وحنا ما ندويوش على راسنا، عندنا على خوتنا اللي مشدودين تيخرجوا. اسمعني اسمعني، حنا ندوي على راسنا. شد شوف قداد شد يشرب البول ديالو حاشاك، قداد شوف قداش. 16 يوم ديال 16 يوم ديال العذاب وبغاو يدخلوا ندوزوا 48 ساعة. داو الحبس ديال داو الحبس ديال ديك كوت ديفوار. وطلب من خوتنا كاملين يخرجوا، بغيناهم يخرجوا. ولعس يومين في السبيطار تماك. ضربنا يومين ديال 48 ساعة ديال لابيجي، وداونا 6 ايام ديال الحبس ديال العذاب، كندوشوا عريانين. عريانين مدرقينا بحيطه باش نشفوا، كنعسوا كامل قطار ديال الماء، وحنا هادشي ماشي مشكل بين خوتنا اللي في الحبس يخرجوا. الظلم هذا عباد الله، كاين اللي بطل المغرب، كاين اللي كيمشي مع المنتخب، كاين اللي الناس تريهم فرحانه ومشدودين مساكن دابا، ولا كيصبروا تقاشر في الحبس، محشومه عباد الله، كاين اللي مع فراقي، كاين اللي مع كل شيء، بلاتي، كاين اللي مع ليكيب ناسيونال عباد الله، سمي الجاي غيمشي لصبليون داخل الحبس، كاين اللي مريض داير ليه السيروم. واحد شاد الماستر وخمس ايام ديال السنه واه بزاف عيبط، كاين شي تقول ليه برا تقول ليه برا بزاف. خداو الباطو باش يمشيو لبرا، ومن بعد لقاو راسهم انهم خداو الباخره، خداو الباخره ديال ساحل العاج. العدد ديالهم كان اكثر من 40 شخص، منهم 14 اللي مشاو لساحل العاج والباقي تم الاعتقال ديالهم. الاعمار ديال هاد المعتقلين تيتراوح الاعمار ديالهم بين 11 سنه حتى 20 سنه، دونك ناس اللي هما بعاد على المشاكل، ما كاينش اللي تيدير المخدرات، ما كاينش فيهم اللي يعني الناس في واحد المستوى ثقافي معين، كاين اللي تيقرا، كاين اللي شاد الماستر، كاين اللي شاد البكالوريا ديالو. الهدف ديالهم هما ماشي ارهاب، ماشي مجرمين، ما مسوا الدوله، ما مسوا المواطنين، ما مسوا حتى شي حاجه. كان الهدف ديالهم واضح هو انهم يلقاو فرصه باش يقادوا الحياه ديالهم، تيقلبوا على فرصه عمل، فرصه باش يحسنوا الوضعيه ديالهم، الوضعيه الوالدين ديالهم. تنطالبوا من المسؤولين انهم يخرجوا هاد الوليدات
المهم طلقوا الصراحه ديالهم وشكرا. انا ولدي مريض فيه لا ميلانجيت، ولدي مريض بالراس، انا كيعاني ولدي بزاف. مشيت عنده الاصلاحيه لقيته ربي لا عالم به، ولدي بحال يتخلخل في دماغه ولا كيهضر وكيعاود كيقول لي ماما غنخرج، تنقول لها ولدي غتخرج ماما واش غنخرج، ولدي بحال مسطي ما بقاش عاقل على راسو اش كيدير. وكنطلب من سيدنا وكنترجى الوليدات كاملين، كاع الوليدات اللي في الاصلاحيه والوليدات اللي في عكاشه كنترجاهم، كنا وليداتنا كيلعبوا الكره، اللي كيقرا في الماستر، اللي كيقرا في التكوين، هادشي اللي كنطلب من سيدنا، كنطلب سيدنا وكنطلب من الوليدات كاملين يخرجوا لينا. دي بكالوريا ديال الدري ولدي، وعنده الدوزيام اني في الكوميرس، وباقي كيقرا حاليا، وعنده البالغ من العمر 22 سنه، وما عمر داز نهار في الكوميساريه، ودابا راه في عكاشه 18 اليوم هذه على سبب هاد القضيه الهجريه، هاد القضيه ديال الهجره السريه. ولهذا كنطالبوا من المسؤولين وعلى راسهم صاحب الجلاله الله ينصرو باش يطلقوا لنا الصراحه ديال وليداتنا ويتابعوا الدراسه ديالهم، لان هادو راه منفعه للصالح العام، راه منفعه للوطن. هادو راه غير غروا بهم ومشاو، ربما الانسان راه عرفتي راه مغلوب الفقر، قبح الله والفقر. ودختي مليح العيني حقا باه مريض 22 سنه، هو مريض تيطيح في الزنقه كيمشي يهزو يردو للدار، كيخرج كيطيح في الزنقه كيمشي يهزو للدار. امو كتضرب الجفاف، ساكنين بيت واحد معايا، بيت واحد عطيه كركري في المحمديه، وملي مرض جبته معايا للدار، عطيه بيت واحد تينعس هو وامو واختو وباه بيت واحد. الدري دار 16 سنه بدا تيفكر في الهجره، من 16 سنه دابا عندوش 20 سنه كيفكر في الهجره السريه. مشاو اسيدي هاجروا، تهموهم اسيدي قالك عوجوا باب، باب قوموه ب 23000 درهم. مشينا سيدي قلنا لهم 23000 نخلصوا عليكم، نأدوا الواجب، عطونا التنازل. الدراري كلهم باقيين كيقراو دير السونتر، باقيين كيقراو كاملين، ما خصهمش يضيعوا، ما منحرفين، ما كيكميو، ما كيشربوا، كلهم دراري نقيين. قسما بالله الا دابا هو في الاصلاحيه ديال عكاشه تيقول لي خنقني الكارو، تيقول لي خالي خنقني الكارو، غادي نموت بالكارو، ما كيكمي ما كيشرب ما والو، دراري نقي. دابا كنطالبوا من جلاله الملك نصره الله يشوف من حاله الوليدات يرجعوا للمدارس ديالهم ويرجعوا للتكوين ديالهم وما يضيعوش. والدري ديالنا قسما بالله الا باه دابا كيطيح ما كيلقى ليه هزو. نعرف حاجه وحده، السبب اللي خلى هاد الدراري يهاجروا واش هما من خاطرهم؟ راه هما ما لقاوش فضاءات فين ترينيو، فضاءات فين مدارس، راه اخر اضعف الايمان هو انك ملي كتمرض ما كتلقاش فين الدواء. راه هادشي راه بزاف، راه الدراري مساكن مشاو هاجروا وكيغامروا بحياتهم. على دابا انا مثلا انكون في بلاصتهم نبغي نمشي نلوح راسي للماء ولا نبغي نمشي نروح راسي للخطر، ومشاو الدراري شي وحدين مساكن شدوهم في ساحل العاج حشومه تعدوا عليهم، وحنا هذوك كيجيو عندنا لبلادنا كنهزوا بهم ونرحبوا بهم وتنقولوا لهم مونامي، اي واحد تيدوس تنقولوا ليه مونامي. وحشومه هادشي راه ماشي معقول. راه الرسول عليه الصلاه والسلام نهار ظلموه في بلاده راه هاجر، راه هادشي ماشي معقول. والدراري اللي في اصلاحيه حنا بغيناهم يخرجوا، الدراري باقيين صغار ما تتراوحش الاعمار ديالهم بين 16 عام 15 عام، كاين اللي رياضي، كاين اللي كيدير سونتر، كله واش كيدير، وغاليين عند والديهم وغاليين عندنا رخوتنا، هذوك رخوتنا الصغار. وكنطالبوا جلاله الملك يوقف معانا. عاش الملك. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.